إذا أسعد الله مساكم بكل خير، هذا أخوكم العالمي يعود معكم في حلقة بعنوان الرئيس تبون الجزائري كطلب اللجوء بروسيا بينما بريطانيا وإسبانيا تعترفان بقضية الصحراء المغربية. حلقة إن شاء الله غادي تكون جد ساخنة، فعلا كنقول لكم حاولوا ديروا لايك وتخليوا لي التعليقات ديالكم، كنقرا التعليقات كاملة بطبيعة الحال. خليوا لي التعليقات ديالكم، شنو الرأي ديالكم فيما يقع حاليا في الساحة في قضية الصحراء المغربية. بكل بساطة الإخوة الكرام، حينما أنظر إلى الساحة في هذه الأثناء كيبان لي بكل بساطة المغرب كلما كتمر يعني 24 ساعة إلا والمغرب كيحقق مجموعة من الإنجازات على المستوى الدولي وعلى مستوى السياسة العالمية. مجموعة ديال الإنجازات، كتلقى كل مرة قنصلية تم افتتاحها في الصحراء المغربية، كتلقى كل مرة يعني دولة تعترف بالصحراء المغربية، بينما الجزائر غادا كتغرق وغادا كتغرق وغادا يعني كتقمع داخل المجتمع الدولي. الرئيس ربما مفقود في حالة اختفاء مشمولة بالغموض، بينما الصفحات المغربية على أعداء الوطن فهي مستمرة يوم بعد يوم. كل 24 ساعة، ما كتمر 24 ساعة إلا وكتبان لك مجموعة من الإنجازات. اليوم غادي نتكلموا على بريطانيا، الوضع ديالها مع قضية الصحراء المغربية في واحد التغير اللي هو كبير واللي هو غادي يفرح المغاربة بطبيعة الحال. غادي نتكلموا أيضا على قضية إسبانيا، ولكن خليونا نطرحوا واحد السؤال اللي هو عريض جدا اللي اليوم كنتسألوا وكنسولوا راسنا: ما هو سر الوصفة التي استعملها جلالة الملك محمد السادس باش أنه يعطي القيمة اللي تعطت للمغرب اليوم؟ هذا هو السؤال اللي خصنا نجاوبوا عليه الإخوة الكرام. اللي كتولي كتشوف أكبر قادة ديال السياسة في العالم كيقولوا الملك محمد السادس الله يبارك في عمر سيدي، ما دارواش حتى ديال الناس ديال الإمارات، ما دارواش حتى الناس ديال الخليج، كيجي عند ملك المغرب وكيقول له الله يبارك في عمر سيدي وكيركع له. هنا خصنا نسألوا ونجاوبوا على واحد السؤال اللي هو عريض وغادي نجاوبوا عليه إن شاء الله في هذه الحلقة: ما هي الوصفة السرية التي استعملها جلالة الملك باش أنه يعطي القيمة اللي تعطات المغرب اليوم للكل أراد أن يتعامل مع المغرب؟ يعني أكبر دليل أمريكا تعترف بقضية الصحراء المغربية، كيف تحوم مجموعة ديال القنصليات يعني في نباح اللي هو مستمر ديال أعداء الوطن. وحنا عادة نتكلموا على شنو هي التصرفات اللي كتقوم بها الجزائر في هذه الأثناء، يعني في ظل أن كنشوفوا بأن المغرب غادي إنجاز مورا إنجاز كيستقطب مجموعة ديال الدول ديال العالم، بينما الجزائر أصبحت مرفوضة ومطرودة من المجتمع الدولي، لا أحد أصبح يريد أن يتعامل معها، ومازال مع ذلك كتحاول تقلب تحفر المغرب، بينما كتمشي عند الشعب الجزائري وكتقول له حنا نهتم بقضية الفلسطينيين، حنا نناضل من قضية الفلسطينيين، وكتلقاها مجيشة ناس كيقول لك لا حق المغرب راه استرجع القضية ديال الوحدة الترابية ديالو فقط لأنه قام بالتطبيع مع إسرائيل. ولو كان التطبيع مع إسرائيل بهذه السهولة لو طبعت الجزائر، والجزائر هي بالأحرى أنها تلقى الإمكانية أن تقوم بتطبيع مع الشيطان، ماشي غير مع إسرائيل، مع الشيطان فقط، أنها تضرب المصالح ديال المغرب وما غاديش تلقى حتى الشيطان ما يوقفش مع الجزائر في هذه الأثناء. أصبحت مرفوضة، والإمارات كتغلق الحدود في وجه الجزائريين، أصبح لا أحد يرغب في التعامل معها. فيقول لك اللي ما كيلحقش العنب كيقول حامض بطبيعة الحال. فالوسيلة الوحيدة اللي غادي يستعملوها هو تجيش وسائل التواصل الاجتماعي باش يبينوا المغرب بأن جميع المجهودات اللي قام بها فهي مجهودات بدون قيمة، إلا أن الواقع والأرقام تقول شيء آخر الإخوة الكرام. واليوم غادي نمشيو نتكلموا على وصفة، ما هي الوصفة التي استعملها جلالة الملك من أجل أنه يوصل المغرب ويعطيه قيمة اللي كتعطاه اليوم جميع دول العالم، من بريطانيا أمريكا وزيد على ذلك من دول الخليج، الكل أراد أن يتعامل مع المغرب يعني بضربة واحدة. شنو هو الوصفة؟ اللي يقول لي تطبيع فأنت خاطئ، مسألة ديال التطبيع راه أي دولة ممكن أن تطبع مع إسرائيل وما غاديش تعطيها هذه القيمة هذه. كنتكلموا على السودان، كنتكلموا على سلطنة عمان، كنتكلموا على مجموعة من الدول اللي هي قامت بالتطبيع مع إسرائيل وما تعطاتهاش القيمة اللي تعطات للمغرب. إذا أين يكتمن السر في المغرب؟ هذا هو السؤال اللي خصنا نجاوبوا عليه الإخوة الكرام. وهذا الشيء بطبيعة الحال بالنسبة للناس اللي ما عارفينش، هذا الشيء راه يحتاج مجهود، واحد العمل السياسي اللي هو كبير، وعمل سياسي اللي هو بطولي اللي اليوم غادي نكشفوا عليه في هذه الحلقة. بكل بساطة الإخوة الكرام، علاش مجموعة من الدول أصبحت ترغب في التعامل بشكل مباشر مع المغرب؟ لأن يعني بكل بساطة كاين واحد العنوان كيقول لك سيدي المغرب تحكم إسرائيل. نعم المغرب تحكم إسرائيل، لأن بكل بساطة الوليدات ديال المغرب اللي هما يهود، يعني جالية مغربية يهودية، هي كتشغل واحد المناصب السياسية كبيرة اللي هي في إسرائيل. ولكن هناك واحد الجانب آخر، أن المغرب ما كتحكمش فقط إسرائيل، المغرب تحكم إفريقيا. إذا ما جينا نتكلموا تحكم إفريقيا، إذا في كاين السر، كيفاش المغرب كتحكم إفريقيا؟ في الوقت اللي كانت العصابة اللي كتحكم الجزائريين كتاخذ الأموال ديالهم وكتدعم بهم البوليزاريو وكتحاول تضرب بهم الوحدة الترابية ديال المغرب وكتضيع المجهود ديال الجزائريين وكتهدر الأموال ديال الجزائريين فيما لا ينفع الجزائر،
كان هناك يعني ملك يعني بجانب الجزائر اللي هو الملك محمد السادس كيحاول أنه يقوم بالاستثمار في إفريقيا وهكذا سيسيطر على الاقتصاد في إفريقيا، وكانت عنده واحد النظرة اللي هي بعيدة المدى واللي اليوم غادي نتكلموا على الإخوة الكرام بالتفاصيل، التي جعلت من المغرب اللي كانت نتكلموا عليه اليوم الإخوة الكرام أكبر قوة اقتصادية وأكبر قوة استثمارية في إفريقيا واللي كتحتل المرتبة الأولى. هذا كلام مش كلام عن ورق، مش كلام في ورق، هذا كلام الإخوة الكرام مدعوم بالأرقام. واليوم غادي نتكلم لكم على مجموعة من الشركات المغربية اللي هي منتشرة في إفريقيا واللي كتسيطر على السوق الاقتصادية. علاش بطبيعة الحال جلالة الملك يعني عنده هذا المنظور هذا أنه يقوم بالاستثمار في إفريقيا؟ وغادي نتكلم على مجموعة ديال الانتقادات اللي كانت كتعرض لها السياسة ديال المغرب في السابق، وغادي نتكلم على الثمرات اللي وصلنا لها بسببها اليوم، باش نبينوا لكم أن شحال ديال الناس ما عارفين شحال من حاجة وكيبقاو غير كيتكلموا غير داوين هكاك، غير كيتكلموا غير داوين. الإخوة الكرام، جلالة الملك كانت عنده واحد النظرة للمستقبل اللي هي بعيدة المدى، اللي قام بالاستثمار في العديد من الدول الإفريقية. استثمار يعني كنتكلموا على الأبنة، كنتكلموا على شركة ديال التأمين، حنا غادي نذكروها إن شاء الله بالتفاصيل، اللي جعل منه قوة اقتصادية يعني عندها واحد المكانة كبيرة جدا في إفريقيا، اللي كتخلي حاليا أي دولة كيف ما بغات تكون نوعها، أمريكا، إسرائيل، بريطانيا، أي دولة كتفكر أنها مثلا تستثمر أو تدير أي خطوة في إفريقيا، شكون هي الدولة اللي غادي تتعامل معها؟ غادي تتعامل مع الدولة اللي هي تترأس إفريقيا. شكون هي الدولة اللي كترأس إفريقيا اقتصاديا؟ وهي المغرب بكل بساطة، شادة الاقتصاد ديال إفريقيا. وهذا الشيء فهو كيرجع للمجهودات اللي كان كيقوم بها جلالة الملك لسنوات هذه، واللي كانوا المغاربة كيشوفوا بأن جلالة الملك كان كيمشي كيزور إفريقيا وكيفتح مجموعة ديال المستشفيات. هذوك الانفصاليين شنو كانوا كيقولوا؟ لا حكا، وراه شاط الخير على سعير، وراه مشى كيبدر المال ديال المغاربة. لا، بالعكس بالعكس، اللي كيبدر المال ديال الشعب هو اللي كينفقوا على البوليزاريو، هو اللي كيشد الفلوس ديال الشعب وكيخسرها على العصابات، بينما كان ملك المغرب يستثمر للمغرب في دول أخرى التي جعلت للمغرب قيمة، اللي هو المغرب اليوم عنده قيمة، للكل أراد أن يتعامل مع المغرب. واللي اليوم الإخوة الكرام في قضية الصحراء المغربية، احنا مقبلين على دبي، احنا مقبلين على منطقة سياحية ستجعل المغاربة يفتخرون. الإخوة الكرام، احنا مقبلين على مشاريع اللي هي ضخمة، واليوم غادي نتكلم معكم بلغة الأرقام. هذا الشيء فهو يعود الإخوة الكرام للمجهودات اللي كان كيقوم بها جلالة الملك، وكان لا أحد يلقي لها بالا، بل كان احد، كانوا بعض المواطنين كينتقدوها كيقول لك سيدي احنا ما عندناش السبيطارات، علاش مشى كيدير السبيطارات؟ احنا ما عندناش كذا، علاش مشى كيدير كذا؟ هذه كانت اشياء اللي غادي تنفع ولادك اللي هي جايه في الطريق. اليوم وقفنا عليها الاخوه الكرام، اليوم وقفنا عليها وكنطلبوا السماحه صراحه من هذوك الناس اللي كانوا غا كيتكلموا ما عارفينش يعني شنو جاي. راه ملي كتكون عندك واحد القياده السياسيه عندها واحد الرؤيه اللي هي بعيده، فهي تخطط على واحد المدى ديال 30 عام 60 عام، ماشي غير عامين ولا 5 سنين. الدليل اليوم انا مشرحت لكم هذه المساله، اللي غادي يقول لي بانها فقط مساله ديال التطبيع، شحال من دوله طبعت مع اسرائيل، علاش ما تعطاتهاش القيمه اللي تعطات للمغرب؟ سؤال خاصو جواب، ما كاينش ليه جواب. الجواب بكل بساطه ان المغرب ماشي كيحكم فقط اسرائيل، وانما يحكم افريقيا وهو بوابه افريقيا. المغرب غادي يولي وسيط استثماري عند كل دوله باغا تحط رجلها في افريقيا، غادي تمشي وغادي تطرق باب المغرب، واذا فتح لها المغرب الباب غادي يكون لها الخير كله، لان بكل بساطه المغرب يسيطر على السوق، وكانت يعني بواحد 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 الخطه السياسيه ذكيه جدا من طرف جلاله الملك التي قادها لسنين. واحد الصمت لي ورهيب يقوم العمل ديالو في الخفاء وراء الكواليس، السكوت ثم النتيجة، هكذا يتكلم القادة الحكماء وهكذا يتكلم الملوك الإخوة الكرام بكل بساطة. نتكلموا الآن بلغة الأرقام، نمشي معكم الأدلة باش ما نبقاوش نتكلموا على الإخوة الكرام بزاف. هنا أول حاجة للاستثمار في إفريقيا، تم نشر مجموعة ديال الأبناك، كنتكلموا على مجموعة ديال الأبناك اللي انتشرت في إفريقيا واللي كانت أبناك مغربية، اللي المغرب قام بإرسال الأبناك باش أنا درس السوق الإفريقية، تشوف شنو كاين تما، شنو هي القطاعات المتحركه، شنو هي القطاعات اللي فيها الفلوس، شنو هي القطاعات اللي فيها المال اللي تدخل المال على المغرب. فقامت هذه الابناك بدراسه السوق، وهي اللي ساعدت المغرب باش انه يحدد شنو هي القطاعات اللي ممكن انه يستثمر فيها. كنتكلموا على شركه ديال بي ام سي او، كنتكلموا على شركه ديال الشعبي، كنتكلموا على الشركه ديال التجاري وفا بنك، كل هذه الشركات فهي منتشره في دول افريقيا. كنتكلموا على شركه ديال اتصال، خصنا نعرفوا بان اتصالات المغرب فهي منتشره ايضا في مجموعه ديال الدول الافريقيه، وهذه شركه ايضا مغربيه. كنتكلموا الاخوه الكرام على شركه البناء، بحال مثلا شركه اليونس، لو جروب اليونس، هاد الشركه ديال البناء فهي كتكلف بكل شيء كيخص القطاع ديال العقار والبناء، بناء المستشفيات ومجموعه ديال الامور. كنتكلموا على شركه ديال التنقيب عن المعادن، كاينه شركه ديال المناجم ايضا اللي منتشره في مجموعه ديال الدول الافريقيه، ما جعل من المغرب بوابه على افريقيا
ووسيط ليه هو استثماري، كل دولة باغا تحط رجليها فيجب أن تخضع للمغرب ولسياسة المغرب، ما يجعل من المغرب ورقة جد صعبة اللي غادي تخلي كل دولة كيف ما بغات تكون نوعها كتشوف مستقبلها في إفريقيا. يجب أن تعترف بقضية الصحراء المغربية. الكلام اللي جاي لو يعني بعد قليل الإخوة الكرام، غير باش تفهموا بأن احنا المغرب الإخوة الكرام يجب أن نكون يعني مفتخرين بالمغربية ديالنا وبالسياسة ديالنا. تخيل لو كنت دابا نتايا، تخيل لو كنت دابا انت كتعيش في الجزائر، هادشي ماشي استهزاء من الإخوة الجزائري لأنهم رحنا شعب واحد، ولكن احنا كنتكلموا على السياسة، احنا كنتكلموا على السياسة، أما الشعب فهو شعب واحد. تخيل دابا انت لو كنت كتعيش في الجزائر وكيحكمك واحد رئيس اللي سميتو تبون واللي هو مختفي عن الأنظار، ما كاينش يعني مجلي، واحد العصابة راه شادة في الجزائر كتحكم فيها وكتقوم بإهدار الأموال ديالها، بينما الجزائر غنية بالثروات البترول والغاز ومجموعة ديال الأمور، وما بيناش على الجزائري، وبينما الجزائر لا أحد أصبح يريد التعامل معها ولا أحد يرغب في الاستثمار في تلك الدولة. تخيل لو أنك أنت كمغربي كتعيش تما، دابا راه مشكل الإخوة الكرام، راه مشكل. اليوم غادي نمشيو نتكلموا عاوتاني، نتكلموا حنا دائما إخوة الكرام، حنا عارفين كمغاربة نفتخر بتمغربيتنا، نفتخر ببلدنا، نفتخر بملكنا، نفتخر بسياستنا الخارجية. نمشيو نتكلموا الإخوة الكرام كذلك بلغة الأرقام، وندوزوا لبريطانيا، نتكلم عن بريطانيا حينما انفصلت عن الاتحاد الأوروبي. يعني أول ما انفصلت عن الاتحاد الأوروبي، أول مكالمة غادي تجريها شكون هي الدولة اللي غادي تصل بها؟ غادي تصل بأول دولة عربية اللي هي المغرب، غادي تصل بالمغرب وغادي تأكد معها مجموعة ديال الاتفاقيات التجارية. وهنا ملي كنتكلموا على أن بريطانيا ما بقاتش مع الاتحاد الأوروبي فهذا لا يعني عندها معاني كثيرة جدا. كنعرفوا بأن بريطانيا مني كانت مع الاتحاد الأوروبي فهي عليها قيود وعليها شروط يعني في الاستثمار. إذا ما أرادت بريطانيا أن تستثمر في المغرب فكيبقى القيود اللي كتلزمها بها الاتحاد الأوروبي، كتقول لها رصاي ما تديري لا استثمار لا حتى شي حاجة في إفريقيا، وكتدير لها العصا في الرويضة. فحينما غادي تنفصل بريطانيا واللي هي اليوم انفصلت على الاتحاد الأوروبي، غادي تكون عندها الحرية في الاستثمار في المغرب. دابا مني وصلنا لهذه النقطة الإخوة الكرام، بريطانيا كتنوي تستثمر في عام واحد، في ظرف عام واحد كتنوي تستثمر أكثر من 97 مليون ديال الدولار في الأقاليم الجنوبية المغربية. 97 مليون ديال الدولار. هنا كنتكلموا الإخوة الكرام على شركة ديال الصناعة ديال الدفاعية غادي يكونوا عندنا في الصحراء المغربية، كنتكلموا على استثمار في القطاع السياحي، حدت ولا حرج، راه كنتكلموا على مبالغ ماليه اللي هي كبيره، كنتكلموا على استثمار في الطاقات المتجدده شركه ديال اكس لينك، كنتكلموا على مجموعه من الاستثمارات الاخرى الاخوه الكرام. يعني كنتكلموا على واحد المنطقه، عرفتي شنو منين هنا هذه القضيه ديال الوحده الترابيه، يعني غادي دير يعني ضربه ديال يد هكذا غتلقى بان مجموعه ديال الدول قد كتقوم بالاستثمار بواحد المبالغ اللي هي جد ضخمه، غادي تحط في ديك المنطقه بين ليله وضحاها غادي تلقى تما واحد المنطقه اخرى. كيف ما كنتكلموا على دبي، الناس اللي كيعرفوا القصه ديال دبي راه نشات بليله ونهار، يعني فقط بالمال، اذا عندك المال راه عندك كل شيء، حتى كتبان لك العمارات طلعات، حتى كتبان لك البنيه التحتيه، حتى كيبان لك داك الشيء الخيال العلمي. هذا الشيء اللي غادي يوقع عندنا في الصحراء بكل بساطه، الكل يريد ان يستثمر. وهذا الشيء بطبيعه الحال ملي كنتكلموا الاخوه الكرام على بريطانيا، فعند المنفعه اول حاجه في الاستثمارات، ثم عند المنفعه ان المغرب غادي يبقى يصدر لها مجموعه ديال الخضروات، وغادي يبقى يصدر لها مجموعه ديال الثروات السمكيه. هذا الشيء المغرب غادي يبقى يصدره كصادرات، غادي يبقى يخرج من المغرب، فبالتالي كتشوف بان بريطانيا عندها واحد المنفعه كبيره مع المغرب، غادي تربح واحد الربح كبير مع المغرب لانها جايه تستثمر، والاستثمار كيعني الربح. هذه مساله واضحه، يعني ديك المنفعه المتبادله، يعني بريطانيا رابحه والمغاربه رابحين. هذا الشيء شنو كيعني الاخوه الكرام في اخر المطاف؟ ملي كتشوف بان دوله تحيدوا لها يعني الاتحاد الاوروبي، تحيدوا عليها السلاسل ديال الاتحاد الاوروبي، ما بقاتش الاتحاد الاوروبي شادها وجايه باغا تستثمر في المغرب، شنو خصها دير كاول خطوه؟ اول خطوه خصها ديرها هي الاعتراف بقضية الصحراء المغربية. وهنا راه غادي يضاف عاوتاني اعتراف ديال بريطانيا لقضية الصحراء، وغادي تفتح قنصلية في الصحراء المغربية. وتذكروا كلامي جيدا، لأن عرفتي شنو اللي كيتكلم هنا؟ كيتكلم المال، كيتكلم لغة الأرقام، كيتكلم المنطقة الاستراتيجية ديال المغرب، كيتكلم مجموعة ديال الاستثمارات اللي هي جاية بشكل وحش كبير، جاي باغي أنه يستثمر. وهذا الشيء هذا لا يمكن أن يجعل المغاربة اليوم إلا أنهم يفتخروا. هذا الشيء هذا راه ما كان ليكون، راه ما كان ليكون لولا المجهودات اللي قام بها جلالة الملك منذ سنوات، والاستثمار في إفريقيا والسيطرة على السوق الإفريقي. وبعد الناس اللي هما سدج قال لك لا ودي راه كيخرج الفلوس ديال البلاد، لا ودي راه المغاربة ما عندهمش هو خارج كيصرف. النتيجة اليوم استرجع الوحدة الترابية وجميع الدول كتوقف معاك، بينما الدولة اللي هي جارة اللي بصح عندها ثروات وكتقوم بالإهدار ديالها لا أحد يرغب في التعامل معها، ماشي طبعا مع إسرائيل، ولو تطبع مع الشيطان بنفسه يجي عندها ابليس وتطبع معاه والله ما يعقل على شي حد. وشوفوا راه مجموعه ديال الدول قامت بالتطبيع مع اسرائيل،
وما تعطاتهاش قيمه. راه كنتكلموا على سلطنه عمان، كنتكلموا على السودان، كنتكلموا على مجموعه من الدول اللي هي جايه في الطريق، وغادي تشوفوا بان حتى شي دوله ما غادي يوقع معها هادشي اللي وقع مع المغرب. لليوم مستشار ديال الامن القومي الجزائري كيوقف قدام الملك يقول له الله يبارك في عمر سيدي، وكيعاود ثلاثه المرات، راه ماشي مره، كيعاود ثلاثه المرات وكيتحنى ثلاثه المرات. هذا راه عنده دلاله ان انسان يعني على شاكلة جلالة الملك محمد السادس كتعطاه هاد القيمة اللي ما كتعطاش ربما ناس اللي هما قادة سياسيين كبار اللي كاينين في الخليج. هذا سيجعل ربما المغاربة يتساءلون شنو السر في الوصفة، السر في الوصفة اللي كنقول لكم، وكاين وصفات أخرى إن شاء الله نجيبوها في حلقات أخرى. بينما كما قلت لكم كنبقى جالس وكنتفرج كنلقى بان الجزائر كتشوف هذا الماتش هذا كامل وكيبان لي بحال شي واحد محقور. راه دوك اللي كان باغي يتعدى عليك وجدتي ليه خوك وبدا كيعطي في العصا، هو مسكين بدا كيتفرج. الجزائر مسكينه تشاهد من بعيد وكتشوف بان المغرب داير داك الشيء اللي بغى، وتا اسبانيا كتهي جالسه بحال شي دري صغير. تا اسبانيا الاخوه الكرام ملي كنشوفوها كيبان لك بحال شي دري صغير، تا هو جالس كيشوف واحد الوحش كبير اللي هو المغرب جالس كيدير داك الشيء اللي بغى. اسبانيا يعني جريده خرجت قالت لك اودي بان المغرب غادي ياخذ كاع داك الشيء اللي بغى بدون ان يطلق رصاصه ولا واحده، غادي ياخذ سبته وغادي ياخذ مليليه وغادي ياخذ داك الشيء كامل اللي بغى. ناهيك على ان جلاله الملك ما بقاش كيدسر القاده السياسيين ديالهم، كيقول لهم ما مساليش ليكم ما عنديش الوقت باش انني ندير اجتماعات، راني مشغول ومجموعه ديال الامور. شنا هو السر في الوصفه؟ مازال اتساءل اليوم. يعني الجزائر جالسه مسكينه مقردنه بحال شي واحد شاد شي قنت ومقردن في شي قنت وخايف، واسبانيا عاوتاني كذلك خايفه، والمغرب منوض الحيحه في الاقاليم الجنوبيه بكل بساطه. هنا الجزائر شنو غتحاول دير باش تفهموا بان الجزائر في اخر المطاف راه هي غادي تخضع لنفس الشروط اللي خضعت عليها مجموعه ديال الدول، وهي الاعتراف بقضيه الصحراء المغربيه. المسألة مسألة وقت فقط، لأن في آخر المطاف غادي يكون عندها حل واحد، وهي أنها تمشي في قضية الطرح المغربي، لأنه سيصبح قضية عالمية وغادي يولي مسألة اللي باعتراف جميع دول إفريقيا. هنا الجزائر غادي تقوم باستعمال ورقتين أخيرتين اللي هما دولة جنوب إفريقيا ودولة روسيا اللي هما أعضاء في مجلس الأمن، باش أنهم يديروا لها شي حل باش هكذا يقوموا بإدانة الاعتراف الأمريكي بقضية الصحراء. إلا أنه جميع المحاولات باءت بالفشل، رغم يعني كتحاول الجزائر بطريقة أو بأخرى الضغط على الجزائر باش هكذا يلقاو حل، ولكن كيلقاو راسهم في مواجهة العالم. يعني العالم غادي في واحد الاتجاه والجزائر في حال شي بخوشه، يعني في حال شي انا كنتكلم على العصابه اللي كتحكم الجزائر ماشي الجزائريين، يعني العصابه اللي كتحكم الجزائر في حال شي حشره صغيره كتبغي تواجه داك الاتجاه ديال العالم كامل اللي غادي. فبطبيعه الحال هذا لا يمكن، وهناك كلام على ان الجزائر غادي تقوم باستعمال اللوبي ديالها باش ان هكذا تاثر على الرئيس الامريكي القادم اللي هو جو بايدن، باش انه يتراجع في ذاك الموقف ديال الاعتراف بقضيه الصحراء المغربيه. وهذا لا يمكن ايضا من الناحيه القانونيه ومن ناحيه ديال الشيء اللي واقع في الجزائر. هي كتعيش في واحد الوهم اللي هو عميق، وكتعيش الشعب ديالها في واحد الوهم اللي هو عميق، ومازال كتقوم باهدار الاموال ديال الجزائريين اللي كتدعم بهم جهات اللي خارجيه، جهات اللي هما اعضاء سواء في الحكومه البريطانيه سواء في مجموعه ديال الحكومات عبر العالم. الفلوس ديال الجزائريين كتخرج وكتمشي لغير محلها. اللي كان خصها تستثمر الجزائريين هي كتقوم بالانفاق ديالها على مجموعه ديال السياسيين عبر العالم هكذا باش تحاول تلقى شي حل، الا ان الحل هو منعدم في اخر المطاف، وغادي تلقى الجزائر في اخر المطاف راسها خاسره في هذه القضيه، وما غادي يبقى عندها الا حل واحد هو الاعتراف بقضيه الصحراء المغربيه. وكتزيد انها تنفق من المال باش انها دعم وسائل الاعلام باش هكذا تقوم بتبخيس المجهودات اللي كيقوم بها المغرب، وتبين المغرب انه ما دار حتى شي حاجه. المغرب فقط قام بالتطبيع مع اسرائيل، سر بسيطه. هو الانسان اللي كان عنده عقل يفكر واحد شويه، راه مجموعه ديال الدول طبعات وما دارت حتى الشيء اللي داروا المغرب. وحنا اليوم كنتسالوا ما هي الوصفه التي قام باستعمالها جلاله الملك باش انه يوصل المغرب ويعطيه قيمه اللي تعطاته اليوم. حنا جاوبنا ومازال غادي نجاوبوا عبر مجموعه من الحلقات. كيحاولوا يروجوا بان اليهود ما مسيانينش ومجموعه من الامور. الاخوه الكرام، اول حاجه هذا موضوع جميل ان شاء الله نتكلموا فيه وغادي نتكلموا فيه، ما الذي جعل، وهنا غادي نرجعوا لهذه النقطه لانها مهمه جدا. كنتكلموا الاخوه الكرام على اليهود، فاحنا كنتكلموا على ناس اللي هما منا وحنا منهم. اللي انا حكيت لكم في الحلقه السابقه بان عاشوا مع المغاربه 900 سنه قبل الميلاد. واش عرفتوا شنو هي 900 سنه قبل الميلاد؟ يعني قبل نزول الديانه الاسلاميه، قبل نزول الاسلام، وقبل نزول الديانه المسيحيه، قبل ما يكون حتى شي دين من هادو، كان اليهودي عايش مع المغربي، وكان اليهودي عنده صوره مزيانه مع المغربي انه انسان معقول وانسان ديريكت وما يديش لك فلوسك، وكانوا عايشين في سلم وسلام، وكان اليهودي مزوج مع المغربي والمغربي مزوج مع كانت الامور عاديه. هادشي كنتكلموا الاخوه الكرام على الاف السنين. كنقول قبل ما يكون الرسول عليه الصلاه والسلام، قبل
قبل ما يكون المسيح، قبل ما يكون تشي حاجة، كنا عايشين بسلم وسلام. بل حتى يعني تل الأخر الأخر لهنا وبقت الصورة هي نعيش في محبة وسلم وسلام. جلالة الملك محمد الخامس يعني تهلا في اليهود المغاربة، أعطاهم واحد المكانة تهلا فيهم ديال بالصح، لدرجة مني كانوا غادي يمشوا لإسرائيل مسخوش بالمغرب، مني وصلوا لإسرائيل بغاو يرجعوا للمغرب. واللي اليوم كتفكروا الخير هادشي كامل اللي دار فيهم المغرب ما نساوش، لأن الإنسان إذا كان إنسان مزيان النهار اللي كدير فيه الخير كينساه، ولد الحرام تقدر دير فيه الخير ما ينساكش يجيك بوم زوي، ولكن هما ولاد الخير النهار اللي درنا فيهم الخير تفكروه ووقفوا مع المغرب، في حين أن دولة جارة كتطعن في المغرب اللي كتعتبر راسها مسلمة كتطعن في المغرب. هادو درنا فيهم الخير لآلاف السنين ما نساوناش، جاو وقفوا معنا بكل بساطة. السؤال اللي خصنا نجاوبو عليه هنايا وانتوما اللي خصكم تجاوبوه، شنو اللي غادي يجعل في السنوات الأخيرة بأن بعض المغاربة غادي تقاتجيهم ديك الكراهية تجاه بعض بعض، احنا نقدروا نقولوا تجاه النصارى ولا تجاه اليهود، يعني بشكل عام كتلقاه كيقول لك على النصراني كيقول لك هذاك نجس، هذاك ما خصوش يستحق يعيش لأنهم كيتوضى حتى الوضوء، يعني كتلقى هاد الافكار في عقل الانسان، ولا كتلقى تيقول لك هذاك غير يهودي، هذاك غير نصراني، هذاك ما عنده حتى شي قيمه، فهمتوا؟ يعني هاد الافكار هادي بغينا نعرفوا حنا شنو هو المصدر ديالها، وعلاش هاد الافكار هادي اللي كاينه دابا حاليا عند بعض المغاربه، علاش ما كانش الالاف السنين وكنا معيشين في محبه وسلم وسلام، علاش فهاد العشرات السنين الاخرى عاد ترسخات؟ بغيتوا تعرفوا الاخوه الكرام الجواب؟ الجواب بكل بساطه هو شيوخ الفتنه، شيوخ الفتنه اللي اليوم كيصدروا فتوى، لانهم لقاو واحد المبالغ معينه كيقول لك مثلا الاغاني حرام، ومني كتشوف بان الاغاني ولا مثلا غادي تولي مهرجانات بالقرب من مكه، بالقرب من مكه غادي تولي مهرجانات وكذا، يقدر يخرج لك بفتوى اخرى يقول لك لا الاغاني اذا كانت كذا كذا فهي حلال فقط لانه اخذ المال. هاد شيوخ الفتنه هما نيت هما اللي حرضوا ولادنا باش انهم مشاو لسوريا، كانوا كيطلعوا في المنابر وكيبدا عليهم داك الخطابات الجياشه اللي فيها شويه ديال راني الصوت وداك الصدى كيتسمع، وكيدغدغوا لهم العواطف ديالهم وكيقول لهم لا خصكم تمشيو، واش نتوما ما عندكمش غيره على المسلمين، واش نتوما كذا. هو كيسالي ديك الخطبه ديالو كيمشي لاوتيل 5 ايطوال في لندن، كيتبرع مع راسو لابيسين الطوموبيل مقاده كذا كذا، ولادو كيقراو في احسن المدارس وكيصيفط ولاد الشعب يموتوا. هادو اللي كنتكلموا عليهم بالضبط هما اللي في التسعينات انتشرت ديك القنوات، هذوك القنوات الاسلاميه اللي نتوما كاملين كتعرفوهم اللي تبلاو بهم العديد من المغربيات، كتلقاها كتفرج ديك القناه، وهذوك القنوات كانوا عباره عن يعني واحد المنصات باش انهم يبروغراميو العقل ديال الانسان، يبروغراميو العقل ديالك، يرسخوا لك يعني ربما اشياء ديال الكراهيه واشياء، المهم عندهم اهداف اللي هي معينه، وهما نيت اللي قالوا لك ديك الهضره راه ممكن يتقلبوا فيها نهار اللي تلقاو مبالغ ماليه، يعني من الناس اللي عطاهم الفلوس نهار الاول، نهار اللي بغاو يبدلوا من الراي غادي يبدلوا لهم الراي. بكل بساطه وانتم كتشوفوا هذه المسائل، يعني مجموعه ديال الشيوخ اليوم كيقول لك فتوى وغدا كيخرج كيقول النقيض ديالها، وانت كتبقى تسائل في كاين المشكل. وهذا هما النيت اللي رسخوا يعني المبدا ديال الكراهيه في عقول الناس، وبينوا على ان رفقه المسلم هو من له الحق في العيش، وهو الانسان اللي هو يستحق العيش، بينما الديانات الاخرى وكذاك هذوك ما خصهمش يعيشوا وهذوك خصهم يموتوا وكذا. فرسخوا لنا هذه الثقافه الاخوه الكرام، واللي كتلقى بان المراه مع راجلها كتعيش في المغرب وكتلبس لباس ماشي ديال المغرب، لا علاقه له بالثقافه المغربيه، جايبه ماشي ارض ما عرف بعيده على المغرب 9000 كيلومتر، كتلبس داك اللباس في الكحل اللي لا علاقه له بالثقافه المغربيه. حنا كنعرفوا في الثقافه المغربيه ديالنا كان المساله ديال الحيك، كيكون لباس مستور ولكن كيكون لباس مغربي، ولكن ملي جات هاد القنوات ولات كتعطينا ثقافه اخرى، المراه ولات كتلبس لباس اخر باسم الدين اللي ما عنده حتى شي علاقه بالمغرب، عنده علاقه باراضي اخرى. حنا عندنا لباس محتشم ديالنا ما بقيناش كنلبسوه، هذاك اللباس ديال الحيك اللي كان كامل كيغطي كناش كنلبسوه، ولينا كنحاولوا نتشبهوا بثقافات اخرى، لان تم تغذيه العقول ديالنا بطريقه ما حسيناش، فقط بدغدغه العواطف الدينيه ديالنا، وبينوا لنا بان احنا خير امه اخرجت الناس وباقي الامم فهي لا تصلح للعيش، مع العلم اللي داروا لهم ديك القنوات واللي خلاو دوك الشيوخ ديال الفتنه يطلعوا تما ويتكلموا معاك، هما الغرب، هما النصارى، هما اليهود اللي صايبوا لك التكنولوجيا وقراو وسهروا الليالي وصايبوا لك التكنولوجيا وخلاوك تطلع تتكلم، ويمررون رسائل لا علاقه لها بالاسلام ولا علاقه لها باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام، لان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يتعايش مع الكل وكان يعامل الكل باخلاق حسنه، سواء نصارى سواء يهود كان يتعامل مع الكل، ولكن كيجيبوا لك ايات وكيجيبوا لك هذا ويحاولوا يفهموها لك على غير المعنى ديالها، ويحاولوا يبسطوا لك بهذه الطريقه ويدغدغوا لك العواطف ديالك، وخرجوا على ولاد الناس وخرجوا على شعوب ودمروا الثقافة القديمة ديال الشعوب اللي كان من بيناتها المغرب والمغربيات، اللي اليوم المغربية إذا بغات تولي المسلمة خصها تدوي لك باللغة العربية، ما تدويش لك بالأمازيغية ولا تدوي لك بالدارجة، لا خصها تدوي لك باللغة العربية،
هكذا باش تثبت بانها جايه من واحد الارض اللي هي لا علاقه لها. اذا الانسان خصو يفتخر بالاصول ديالو. حنا كمغاربه يجب ان نفتخر باللباس التقليدي ديالنا، نفتخروا بالجلابه ديالنا، نفتخروا بالبلغه ديالنا، نفتخروا بالحيك ديالنا، نفتخروا باي حاجه يعني كتجي من عندنا حنايا. ما نفتخروش بشي حاجه ديال شي واحد اخر، اولا شي واحد يطلع لنا في قناه عنده لحيه طويله ويبقى يمرر لنا رسائل اللي هي مغلوطه ونشدوها بهذه الطريقه، وللاسف لقاو بان نسبه الاميه طالعه، بقاو كيغديو في العقول ديال الناس. هكذا يجب على المغاربه ان يتساءلون، هكذا يجب على المغاربه ان يبحثوا على الحقيقه. وحنا لازلنا يعني في مجموعه ديال الحلقات غادي نتكلموا على مجموعه من النقاط المهمه. انا صراحه كنقرا التعليقات ديالكم كامله كنقراها، وكنخلي لكم لايك 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 لايك. شكونوا متفقين؟ حاولوا تخليوا لي تعليق شنو الراي ديالكم في هذه المسائل اللي كنا كنناقشوا بطبيعه الحال. وما تنساوش لايك وتشاركوا المقطع، تخليوا انخراطي لك انتم منخرطينش معنا في القناه. نتلاقاو كالعاده في انتصارات اخرى، في افتتاح قنصليات اخرى ربما في قضيه الصحراء الهماله. والى هنا الحين، نتلاقاو في الحلقه المقبله، والسلام عليكم.